الجسر الأحمر بلاصة تبع المعتمدية حيدرة من ولاية الجسرين وتبعد عليها قرابة 5 كيلومتر. في المكان المعزول هذا تقطن خالتي عيشة مع بناتها الثلاثة في بيت ملحجر، لا ماء لا تلفزة ولا حتى ملابس شتوية ينجموا يقاوموا بها قساوة الظروف المناخية وشدة البرودة. وضعية اجتماعية يسر صعيبة، فقر وحرمان وحياة أقل ما يقال عنها إنها بدائية. كان وبنية تضر أكهو أختي، لا عندي خو لا بي كرب كل اللي عندي. باش تعيشوا كيفاش نعيشوا خويا في الميه ده. نخلص من اختي الضو هاد مشد نشري شويه دوال عيني نقطرها ذات غلطت روح اختي قبه الفلك وليت بنيتي بطلت تواني خامه مع صور الدوله بس نخلص الضو ذي. سعد كما يتربجوا بها هي البنت الثانية في العائلة حاملة الإعاقة ذهنية، ومع هذا بكيت وتأثرت وأثرت بدمعتها العفوية وبرأتها وطلبت يد المساعدة والرحمة. ما عندي من نعيش مع أخواتي وحاجتي بحاجة، تعطوني فلوس ولا تعطوني حاجة، تعطيني حواج اللي تعملي اللي سبب لي من ربي. كان عملت ربي بنيت عم عملتيش ربي حر. عايشة الطفلة الكبيرة في العائلة تحملت عبء عائلتها بنفسها وليت سرحة متاع غنم في الصباح والليل باش توفر لعائلتها قوت يومهم. هي معانا منين نعيشوا هذوم جايبينهم من عند موليهم، قال لنا معناتها المرة لو عطاهم نزعم بالشطر وبعد الله أعلم به بطل ولا ما تفهمش وعائلته ما نكذبش عليك، جبناهم بالشهر نخدموا فيهم بالشهر هنا قايمين بهم يعني ما نكذبش عليك، كل يوم نحن نعيسوا عليهم وخلي ما نقولك وحالئت يعني نحن أكل 100,000 عام الروحة أما نأكلوا بها ندو بها معناها تصدقين يا وقت الهزو هذا نخموش مش نعملوا بها. كان كلين الخبز المريض يقعد كان دوان المريض نقعد وجواع. العائلة هذه قعدت 4 شهور بلاش ماء صالح للشرب بالرغم من حالة صعيبة المدهورة للعجوز، واضطروا انهم يشربوا الماء المالح من البحيرة هذه اللي شاحت بسبب الجفاف. الماء عندك؟ غاني اختي تورد لي الطفلة من الويت قالت نكذب عليك. مع هذا الكل البسمة قعدت مرسومة على الخدود والأمل ديما موجود، وأصحاب الخير والأيادي الكريمة هي الحل حتى ننتشلوا العائلة هذه اللي ذاقت المر من براثن الفقر.